تامر بدأ. وازيك يا تامر؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير، وان تمام. شاء الله بالتوفيق النهارده والمكسب للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كابتن فتحي، خلينا نتكلم بقى سريعا. خليني اقول لحضراتكم الاول تشكيل شبيبه الثوره الجزائري، وفي مفاجاتين يعني. حتى اسامه هو بيقول لي على التشكيل، اتكلمنا عن يحيى شريف لن يبدا عفوا لن يبدا هذه المباراه، وايضا محمد الامين حاميه لن يبدا هذه المباراه. مفاجاتين لانه المباريات السابقه بالكامل كانوا الاثنين دول بيلعبوا. النهارده حراسه المرمى عبد الرؤوف نتاش، وخط الدفاع نصر الدين خوالد ومحمد الامين بركه وفاتح طالح وابراهيم الخليل بكاكش. اما خط الوسط مسلم رباح وبوشيبا وتوماس اوليموانجو، ده لاول مره النهارده بيلعب، مش لاول مره يعني، بقاله 3 4 مباريات ما بيلعبش يعني. يحيى بشار، ممكن يكون يحيى بشار ده هو يحيى شريف، يحيى بشار حاطين الاسم هو، بس هو الثاني اسمه سيد علي يحيى شريف. يحيى شريف، سيد علي يحيى شريف، يحيى. ماشي. خط الهجوم زيدي حمار وابراهيم فرحي بن حليمه. هنقول لحضراتكم حالا ده تشكيل فريق شبيبه الثوره الجزائري. كابتن فتحي، حضرتك عارف طبعا تشكيل النادي طبعا. طيب اولا